مرحبا بكم جميعا في هذه الجلسة الثانية لأيام ويكيبيانات العربية مساق ويكي مصدر. هذه الجلسة حقيقة تمكن من القيام بشرح أكثر عمق لاستعمالات ويكيبيانات ووظيفة ويكيبيانات بالنسبة لمستخدمي ويكي مصدر. نستهل هذه الجلسة بتوضيحات حول ما قدمناه في الجلسة الماضية حول التعديل اليدوي لويكي بيانات، ونبدأ بشرح إمكانية دمج العناصر. في الحقيقة يمكن في ويكي بيانات أن نجد عنصرين يمثلان نفس الشيء، نفس الكاتب أو نفس الكتاب أو نفس نسخة من كتاب أو نفس المؤسسة أو نفس المبنى إلى آخره. هنا هنالك ضرورة لدمج العناصر. هناك صفحة اسمها Special Merge Items تمكن من هذا الأمر. الأمر بسيط جدا، ما علينا إلا أن نكتب معرف العنصر الأول ومعرف العنصر الثاني ثم دمج العناصر، هذا كل مفرغ. لكن لتنجح عملية الوصف يجب على كلا العنصرين أن يكون لها لهما نفس الأسماء والأوصاف بجميع اللغات إن وجدت، يعني إما أن يكون بالنسبة لنفس اللغة الاسم هو نفسه أو الاسم في أحدهما غير موجود. إذا كان لديهما أسمان مختلفان يجب تعديل ذلك وجعل الأسماء والأوصاف هي نفسها قبل عملية الدمج، وإلا لن يتم الدمج. الأمر الثاني الذي أردنا شرحه ولضيق الوقت سأشرحه في هذه الجلسة هو رتب التفضيل. أحيانا في صندوق ويكي في قالب صندوق ويكيبيديا هناك أشياء، هناك خاصيات نريد لقيمة واحدة منها أن تكون منشورة في ويكيبيديا. مثلا في صندوق ويكيبيديا، في قلب صندوق ويكيبيديا هنالك مثلا صورة واحدة، لا يمكن أن توجد صورتين لشخص معين. مثلا هنا يتدخل التفضيل لتفضيل قيمة لخاصية على القيم الأخرى الموجودة في الكيبيانات. مثلا هنا صفحة ألبرت أينشتاين هناك صورتين للشخص. كل ما في الأمر هو علينا تفضيل الصورة حتى يتسنى لويكي بيانات اختيار الصورة المناسبة للشخص لوضعها في القالب. الأمر بسيط، يبدأ بالضغط على عدل، ثم هناك سهم بجانب القيمة، يجب علينا فقط الضغط على السهم من فوق ثم انشر. الصورة ستصبح باللون الأخضر، ما يعني تفضيلها على باقي القيم بالنسبة لهذه الخاصية. تجر الإشارة إلى أنه يجب معرفة الخاصيات التي يمكن استعمال فيها لرتب التفضيل. بعض الخاصيات لا يمكن استعمال فيها لرتب التفضيل، خصوصا عندما تكون القيمة المفضلة غير ثابتة. مثلا نسبة الإصابة بداء معين، نسبة الإصابة متحول وكل يوم هنالك رقم جديد، لا يمكن استعمال رتب التفضيل في هذا الأمر. يجب استعمال خوارزميات أخرى لاختيار الصيغة الأحدث، ولكن ليس رتب التفضيل. رتب التفضيل هي للخاصيات التي لديها قيم ثابتة. الأمر الآخر الذي أردنا الإشارة له ولم نشرحه باستفاضة في الجلسة الماضية هو طبيعة المفعول به في ويكي بيانات. الحقيقة قلنا أن القيمة في بيان ويكي بيانات يمكن أن يكون عنصرا أو معرفا خارجيا أو قيمة
بأي شكل، لكن لم نقل باستفاضة ما هي هذه الأنواع من المفعول به التي يمكن أن تكون مستعملة في ويكيبيديا. كما قلنا في الجلسة الماضية، هنالك العنصر، هنالك المعرف الخارجي، هنالك الكمية، وهنالك النص، ولكن هنالك بعض الأنواع الأخرى من المفعول به التي سنبينها الآن. هنالك مسار مثلا، ومسار يعني خريطة طريق، يعني مسار في خريطة جغرافية، يعني مثلا طريق، شارع، نهج إلى آخره. هناك ملف وسائط في ويكيميديا كومنز، يعني ملف يحتوي على بعض على بعض الصور في كومنز، مثل يعني كاتيجوري أو أشياء من يعني مثل تصنيف أو شيء من هذا القبيل. هناك النقطة الزمنية مثل التواريخ، النص بلغة واحدة، الخاصية يمكن أن تكون مفعولا به، خاصية ويكي بيانات التي تبدأ ببي ثم رقم. هناك أيضا الأحداثية الجغرافية، وهناك البيانات المجدولة، وهي بيانات على شكل جدول تحمل عادة في ويكيميديا كومنز وتعطي بعض الإحصائيات، يعني هي بيانات دات من نوع دات، ويمكن أن تمثل مثلا إحصائيات حول عدد السكان في بلد معين، درجة الحرارة إلى وتكون في منشورة تحت رخصة المشاع الإبداعي، فيتم تحميلها في ويكي في ويكيميديا كومنز وربطها بعنصر ويكي بيانات حول موضوع البيانات المجدولة ويكي بي. هناك الشكل الجغرافي، وهو رقعة جغرافية في خريطة، ويتم يتم إنشاؤه في ويكيميديا كومنز باستعمال صيغة جيوجيسون، ويتم ربطه مثلا البلاد أو الحي المعين الذي نريد أن نعرف رقعته الجغرافية إلى آخره. هناك أيضا التعبير الرياضي، مثلا بالنسبة لمؤشر مثل البادي ماس إندكس مثلا في الطب. هناك المعنى والمفردة والصيغة، هؤلاء يستعملون خصوصا في البيانات المعجمية كما بينا في الجلسة الماضية. وهناك التدوين الموسيقي لبعض المقطوعات. هذا كل ما في الأمر. ما نريد تبيينه بعد هو اقتراح الخواص. أحيانا قد لا تجد الخاصية التي تريد أن تستعملها، أو لا تجد خاصية مناسبة لإدخال معطى معين. هنا يمكن أن تقترح خاصية جديدة ويتم نقاشها في المجتمع ويكي بيانات، ويتم مصادقة عليها إذا كانت مناسبة. الأمر بسيط، هناك صفحة اسمها ويكي داتا بروبرتي بروبوزل، تدخل هناك ثم تختار الموضوع الخاص بالخاصية الجديدة، ثم تكتب اسم الخاصية التي تريد إنشائها وتنشئ صفحة الطلب. في صفحة الطلب يطالبونك بتفسير لما تفعله الخاصية، ثم نوع المفعول به، ثم المجال، يعني ما هي طبيعة العناصر التي ستستعمل فيها هذه الخاصية،
ثم مثال الاستعمال، ثم المصدر إذا إن وجد، ثم انظر أيضا للمقارنة ببعض الخاصيات التي لها علاقة بالموضوع. وبعد ما تقوم بإدخال هذه المعطيات، تدخل الموتيفيشن وهو المهم لتفسير لماذا علينا أن ننشئ هذه الخاصية، يعني تفسير لهذه الخاصية حتى يراه المجتمع ويفهم لماذا طلبت قمت بهذا الطلب بالذات. هنالك علاوة على أدوات ويكيبيانات التي يتم استعمالها في واجهة ويكيبيانات التي يستعملها واجهة المستخدم، هنالك أدوات ويكيبيانات التي تستعمل ليست في واجهة المستخدم ولما على شكل ويب، تطبيقات ويب وبرمجيات، وتمكن من تعديل وتحليل ويكيبيانات. من أهم هذه الأدوات أوبرا فاين، التي تمكن من تحضير جداول من أجل إضافة المحتويات التي تحتويها إلى ويكي بيانات، وكويك ستيتمنت التي تمكن من إضافة كم هائل من البيانات عبر الدفعات. الحقيقة يمكن أن تدخلوا إلى ويكي ديتا تولز وتبحثوا على هذه الأدوات التي لا تعمل على واجهة المستخدم وتستعملوها وتعرفوا عليها. هنالك عديد من الأدوات التي ليست أدوات واجهة ولكنها أدوات مهمة ويمكن أن تساعدكم في تطوير ويكي بيانات. علاوة على كل هذه التوضيحات، أردت أن أشرح أنه هنالك عديد طرق لطلب مساعدة إن لم تعرفوا أن تقوموا بشيء معين. أولها مجموعة تليجرام، هنالك في ميتا هنالك صفحة تليجرام موجودة فيها كل قنوات التليجرام الخاصة بويكي بيانات. يمكنكم الدخول على أي صفحة والمشاركة فيها والسؤال مباشرة، وهناك عديد المختصين الذين سيهمهم الإجابة على تساؤلاتكم أيا كانت، ومساعدتكم من أجل التمكن أكثر من تحرير ويكي بيانات. هناك صفحات المساعدة في ويكي بيانات التي تعطي معطيات حول كيفية المساهمة في ويكي بيانات، Help Content. هناك أيضا صفحة تفسير لمستخدمي ويكي مصدر، هي موجودة في ويكي بيانات، ويكي ديتا، ويكي مصدر، ويكي سورس، والتي تمكن من تفسير كيفية استعمال ويكي بيانات في ويكي مصدر وكيفية استعمال ويكي مصدر في ويكي بيانات. وأخيرا هنالك اجتماعات ومحاضرات مجموعة الدعم LD4، والتي هي مختصة في كل ما له علاقة بالعلوم المكتبات والتوثيق، يعني يمكن أن تحضروا ولديهم عديد الجلسات التي يفسرون فيها بعض الأدوات، يفسرون طريقة العمل بأمر معين إلى آخره، فيمكنكم المشاركة هناك، الحضور إلى الجلسات، الجلسات مفتوحة للعموم، ويمكنكم أيضا تقديم مشاريع إن كان لديكم مشاريع في هذه اللقاءات. الآن نمر إلى الموضوع الرئيسي للجلسة، وهو استعمال ويكي بيانات في ويكي مصدر واستعمال ويكي مصدر في ويكي بيانات. نبدأ باستعمال ويكي بيانات في ويكي مصدر. ويكي بيانات يمكن استعمالها لإنشاء عنصر حول مؤلفين، كتب، ونسخ من كتب. الأمر بسيط، نبدأ بالمؤلفين قبل كل شيء. لإضافة صفحة مؤلف يجب أن تقوم بإضافة نموذج من إنسان أول الأمر، وهذه قاعدة قلتها في الجلسة الماضية. إضافة صورة أو توقيع إن وجدت، إضافة جنس الشخص، إضافة بلد المواطنة، الاسم باللغة الأصلية،
الاسم واللقب، تاريخ الميلاد، مكان الولادة، تاريخ الوفاة، مكان الوفاة. قد تلجئون إلى ذكر بعض الأمور ذات العلاقة ببيان معين، يمكنكم القيام بذلك. ظروف الوفاة، سبب الوفاة، الأب، الزوجة، متى تزوجوا، بدأت تم الطلاق، مكان الزواج، الشريك، المهنة. المهنة عموما ستكون كاتب، لكن يمكن أن تكون هناك صفة أكثر دقة، مثلا أديب، روائي، كاتب سير ذاتية، مجال العمل، أعمال بارزة، اللغة الأم، اللغات المحكية، لغة الكتابة، مؤرشف فيه، يعني أين توجد مخطوطات الأصلية لهذا المؤلف، الحركة الثقافية، وهذا أمر مهم أيضا، موصوف في المصدر، يعني مصدر هو قاموس أو موسوعة ذات أهمية كبرى، توثيق حالة حقوق التأليف والنشر لأعماله إلى آخره، إلى جانب معرفات خارجية مثل فياف، مثل بي إن إف، المكتبة الوطنية الفرنسية إلى آخره. بالنسبة للكتب، كما قلنا من قبل، نبدأ دائما ببيان نموذج من، ونستعمل عمل مكتوب كقيمة كمفعول به، ثم نضيف الصورة للصفحة الرئيسية للكتاب، مثلا العنوان باللغة الأصلية، الموضوع الرئيس، النوع الفني، يعني هل هو مقالة أو رواية أو مجموعة أقصوصات إدخ، هل له طبعات أو ترجمات، وهنا نكتب العنصر للطبع أو الترجمة، ثم تاريخ النشر واللغة إلى آخره. المؤلف، الناشر بالنسبة للنسخة الأصلية نتحدث، مكان النشر، بلد المنشأ، لغة العمل، تاريخ النشر، والفترة الزمنية، الحقبة التي شهدت نشر هذا الكتاب، هنا عصر التنوير بمعنى أننا أحكي على كتاب لفيلسوف عصر التنوير جورج كروسو، وحالة حقوق التأليف والنشر، هنا الملكية العامة، ونبين أن السبب وراء الملكية العامة، هناك في بلدان الأوروبية هناك 100 عام بعد وفاة المؤلف، لذلك اندرج الكتاب ضمن الملكية العامة، وفي الولايات المتحدة لأنها نشرت منذ أكثر من 95 سنة. ثم هناك المعرفات الخارجية للكتب في الضبط الإسنادي فياف، أو في بعض المكتبات الوطنية مثل المكتبة الوطنية الفرنسية إلى آخره. بالنسبة للنسخ أو طبعات من كتاب معين، بينا من قبل أنه يمكن ربط الكتب بالنسخ أو الطبعات المتعلقة بها. الأمر بسيط، ننشئ نموذج من نسخة أو طبعة أو ترجمة، نكتب العنوان، ثم نقول أنها طبعة أو ترجمة للكتاب. هنا نربط النسخة بالكتاب كما ربطنا الكتاب بالنسخة، ثم نكتب حالة حقوق التأليف والنشر مثل ما فعلنا مع الكتاب،
ثم نكتب أين يوجد العمل وإذا كان متاحا بالكامل وتاريخ النشر والمؤلف والمترجم إن ترجم ولغة العمل أو لغة الاسم. وأهم شيء أن يتم ربط المصدر، ربط صفحة ويدي المصدر التي فيها هذا المستند أو هذه النسخة بعنصر ويكيبيانات. وهذا بالضبط ما سيمكننا من استعمال كل هذه البيانات التي أضفناها في ويكي بيانات في ويكي مصدر. الآن سوف نبين كيف يمكننا أن نستعمل ما قمنا بإضافته في ويكي بيانات في صفحة ويكي مصدر ذات العلاقة بالعنصر. الأمر بسيط، نستعمل قالب الخاصية property مثل ما تشاهدون هنا لإضافة معطيات من ويكي بيانات إلى صفحة ويكي مصدر خاصة بي. مثلا هنا ممكن أن نضيف هذه المعطيات لهذه الصفحة في ويكي مصدر. كل هذه البيانات يمكن أن نضيفها، وهذا الأمر يستعمل فيه هذه الخاصية قالب الخاصية. الأمر بسيط، نكتب property ثم نقطتين ثم الخاصية التي نريد أن نقوم باستخراجها من ويكي بيانات وإضافتها إلى الصفحة. مثلا هنا النوع الأدبي P136 أو P569 لتاريخ الميلاد إذا كان لكاتب معين مثلا. الأمر بهذه البساطة، والنتيجة سوف تكون النوع الأدبي باللغة التي يوجد فيها صفحة ويكي مصدر. مثلا هنا الصفحة بالإنجليزية، ستكون جميع المعطيات التي استخرجت من ويكي بيانات وأضيفت إلى ويكي مصدر باللغة الإنجليزية أيضا. هناك أيضا وحدات الاتصال بويكي بيانات، وهي وحدات اتصال بويكي بيانات مبرمجة باستخدام لغة اسمها لغة، وتمكن أيضا من إضافة معطيات من عنصر ويكي بيانات إلى صفحة ويكي مصدر مرتبط بها. مثلا هنا invoke Wikidata IP التي هي وحدة الاتصال، get value يعني استخرج قيمة، و P50 التي هي المؤلف، وهنا يستخرج المؤلف مباشرة. هنا يمكن أن نستخرج الاسم في ويكي بيانات باستعمال عوض get value get label، وسوف يستخرج الاسم باللغة التي توجد عليها صفحة ويكي مصدر. مثلا هنا كما قلنا اللغة الإنجليزية، سوف تخرج جميع المعطيات والأسماء والأسماء المستعارة إلى باللغة الإنجليزية. هذا كل شيء، أتمنى أن تكون الجلسة قد نالت إعجابكم. أنا حقيقة ممتن للمنظمين لتمكيني حقيقة من تفسير كل هذه الأمور لكم، وأتمنى أن تكون الاستفادة قد عمت جميع المشاركين، وأنا متاح حاليا لقبول الأسئلة والإجابة عليها أو لتجربة ما تعلمناه اليوم مع بعض والتعقيب إن كانت هناك بعض الأشياء الصعبة التي لم يكن تفسيرها بالشكل المطلوب. شكرا لكم.